انضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي سيد محمد هواش من رام الله. أهلا بك سيد محمد. يعني يبدو أن هنالك جهود حثيثة تبذلها الأردن على المستوى الدولي لحشد المواقف الدولية لمواجهة خطة الضم الإسرائيلية، بالإضافة طبعا إلى جهود وتنسيق على مستوى الثنائي بين الأردن والسلطة الفلسطينية على إثر هذه الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الأردني اليوم إلى الرئيس الفلسطيني. كيف يمكن أن تسفر كل هذه الجهود للتوصل لخطة؟ هل هنالك خطة بالفعل في مواجهة هذه الخطة الإسرائيلية لضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة على ضوئها؟ نعم، هناك يعني محاولات فلسطينية عربية دولية أوروبية لمنع هذه الخطوة التي تسبب الضرر الكبير للشعب الفلسطيني أولاً، وتسبب الضرر الكبير للأردن، لأن الأردن إذا ضمت الضفة الغربية إلى إسرائيل فسوف تتحول يعني المخاطر، عبء القضية الفلسطينية سيكون لها تداعيات على الأردن واستقرار الأردن، وأيضا سوف يسمح لإسرائيل بأن تفكر أبعد من الضفة الغربية إلى الدول العربية، تمد نفوذها ويعني ما يسمى مجالها الحيوي إلى دول عربية أخرى، وأطماع إسرائيل لا حدود لها إذا كانت الدول العربية ويعني العالم سمح لإسرائيل بأن تتخذ خطوة مخالفة للقانون الدولي، مخالفة للاتفاقات الثنائية بين الفلسطينيين والإسرائيليين وبين الفلسطينيين والمجتمع الدولي. وبالتالي يعني هذه الخطوة إذا تمت ستكون يعني هجوم جديد إسرائيلي جديد على المنطقة، على السلام، على العلاقات، على الاستقرار، وبالتالي الأردن يقوم بمسؤولية في عملية يعني شرح المخاطر هذه للأصدقاء، أصدقاء الأردن في الولايات المتحدة الأمريكية وفي دول الاتحاد الأوروبي، وأيضا ينسق العلاقات الفلسطينية العربية من خلال علاقات الأردن أيضا القوية بدول الخليج ومصر، وبالتالي يقوم الأردن بدور إيجابي وفعال لدعم الموقف الفلسطيني في رفض هذه الخطوة ومنع هذه الخطوة من التحقق، وأيضا يعني التعويل على قدرة المجتمع الدولي على يعني منع هذه الخطوة وتأخيرها من خلال التناقضات التي برزت مؤخرا داخل إسرائيل ضد هذه الخطوة، وأيضا في الإدارة الأمريكية هناك يعني انقسام حول يعني إمكانية إعطاء ضوء أخضر للضم. يعني وبالتالي في سياق الحديث عن هذه الخلافات يعني مع جهات أمريكية. نعم، يعني سيد محمد، يعني الأول من تموز هو الموعد الذي حددته إسرائيل لبدء تنفيذ هذه الخطة، يعني في ظل هذا الخلاف الذي ذكرته الأمريكي الإسرائيلي من جهة وبين نتنياهو وغانتس أيضا من جهة أخرى حول هذا المخطط، يعني كيف سيكون مصير هذا المخطط؟ هل ستطبق بشكل جزئي أم من الممكن أن تؤجل برأيك؟ يعني هي العملية تحتاج إلى وقت طويل جدا، تحتاج إلى إعلان وتحتاج إلى تشريعات وتحتاج إلى موافقة دولية. ربما يقوم بنيامين نتنياهو بإعلان جزئي لضم بعض المناطق، يحتاج إلى تشريع داخل الكنيست، لن تستطيع الكنيست التصويت على قرار من هذا النوع لأن يعني هناك مشكلات أعمق بكثير تتعلق بالخطة الأمريكية ذاتها، وبالتالي الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل أن لا تقوم بيعني ضم المناطق إلا جزءا من الموافقة على خطة السلام الأمريكية التي تسمى صفقة القرن، وبالتالي يعني ما تضمنته من دولة منزوعة السلاح وهزيلة، ولكن تريد الولايات المتحدة الأمريكية اعترافا إسرائيليا بهذه الدولة، وتريد أيضا يعني أن تتم أي خطوة تتعلق بالضم من خلال مفاوضات مع الفلسطينيين ومع العرب، وبالتالي هذا الأمر غير موجود، وبالتالي لن تكون هناك شرعية أمريكية لأي خطوة إسرائيلية، وهذا يولد تناقضات قد يؤدي إلى تأجيل هذه الخطوة ومن ثم يعني إيجاد صيغة جديدة للتفاهم حول مستقبل عملية السلام في المنطقة وإرضاء الدول العربية المتضررة من هذه الخطوة و الدخول في يعني تقديم عروض جديدة للفلسطينيين كي يكونوا جزءا من أي عملية تتعلق بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية على الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.
طيب يعني سيد محمد، لا شك أن مضي إسرائيل في هذا المخطط يهدد أيضا العلاقات الإسرائيلية الأردنية، وكانت هنالك تصريحات لافتة لجانس يقول فيها بأن نتنياهو لن يقدم على أن يهدد اتفاق السلام بين الجانب الإسرائيلي والأردني. برأيك هل إلى أي مدى يمكن أن تتراجع إسرائيل عن هذا المخطط حرصا على هذه العلاقة بين الجانب الإسرائيلي والأردني برأيك؟ هناك يعني داخل إسرائيل هناك مؤسسات لا توافق بنيامين نتنياهو على هذه الخطوات. المؤسسة الأمنية في إسرائيل والجيش في إسرائيل لا يريد ضم منطقة الغور على الأقل الآن، ومن دون مفاوضات مع فلسطين ومع الأردن. أيضا بني جانس لا يريد ذلك، وبالتالي يعني هم يعتقدون بأن هذا يهدد الأردن ويهدد العلاقات الإسرائيلية الأردنية ويهدد اتفاقية السلام، وبالتالي يعني هناك مشكلات عميقة داخل يعني الإجماع الإسرائيلي حول هذه القضية. بنيامين نتنياهو يريد فقط أن ينجو من المحاكمات، يريد أن يتوجه إلى انتخابات جديدة إذا يعني رفض جانس أي خطوات للحكومة الإسرائيلية، ويريد التحلل من أي اتفاقات داخلية، يريد فقط أن ينجو بنفسه من أي محاكمات ومن دخول السجن في المستقبل، وبالتالي هو يريد يعني يفكر في 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 نفسه أكثر مما يفكر في مصلحة الدولة الإسرائيلية التي لا تجمع على الخطوات التي ينادي بها حتى الآن. أشكرك جزيلا سيد محمد هواش الكاتب والمحلل السياسي من رام الله.